لقطات الجمهور دي اللي انا بشوفها مع حضراتكم على الشاشه بتاكد على انك مش بس مشجع او منتمي للكيان، انت شريك اساسي واصيل في نجاحات النادي الاهلي اللي بتكبر وبتزيد يوم بعد يوم. الحمد لله على نعمه الاهلي، الحمد لله على انه الواحد وهو بيشجع الاهلي ما اكترها الحقيقه لحظات بيجري فيها الادرينالين في عروقك، لحظات بتحس فيها احاسيس غريبه ومتناقضه، لحظات كتير من الناس تكون بتفقد فيها الامل، ومن لحظه فقدان الامل لقمه النجاح والانجاز والانتصار هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي عودنا عليه دايما النادي الاهلي. مبروك لجماهيره مره تانية، وعن الفرحه وعن الفوز وعن التتويج وعن المكاسب هنتكلم اكتر مع ضيفنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا استاذ محسن. مساء الخير يا استاذ، مبروك أحمد. الف الف مبروك لحضرتك ولجماهير النادي الاهلي العظيمه، وانا سعيد طبعا ان اكون موجود في قناه الاهلي في اليوم ده تحديدا طبعاً. اكيد دي حاجه طبعاً. مميزه ليا حتى على المستوى الشخصي، يعني احنا بنعيش اللحظات دي للاسف ما بنعيشهاش كتير. يعني انت عارف هو 24 ساعه وتقلب على الصفحه اللي بعدها على طول، في انجاز زي ده في نادي تاني ممكن نقعد سنه تقريبا نحتفل بالفوز ببطوله دوري الابطال وبعد كده يعني، لكن الاهلي بنقلب الصفحه ونبص على اللي بعده، لكن لازم نعيش الكبار. حاله السعاده والفرحه طبعا طبعا ده قدر الكبار. يعني هو النادي الاهلي النهارده بقى يعني الفوز مش مجرد انت خدت بطوله وال11 لا، هي النادي الاهلي بالبطوله اللي خدها امبارح راح في ليفل تاني خالص حتى في قاره افريقيا. يعني انت بعدت خالص، يعني انت بقيت في حته لوحدك، ابتعدت عن اقرب منافسيك بشكل كبير جدا. يمكن حضرتك كنت بتتكلم على استوديو التحليل المباراه بالامس، كان حتى كابتن طارق دياب نجم تونس الكبير كان طبعًا. قال ان الاهلي اصبح ريال مدريد افريقيا. هو بالفعل يعني لما تشوف ريال مدريد مثلا وحتى من قبل التتويج، من قبل التتويج طبعا انا بس طبعًا. انا قصدي انت بتبعد كمان بتاكد البعد. يعني هو كان 14 دوري ابطال اقرب المنافسين ليه، كان كابتن طارق دياب دايما منصف للاهلي الحقيقه. كبار افريقيا هو منصف للحق، هو منصف للحق. يعني حتى اصل تصريحات الكابتن طارق دياب كتيره في الحته دي. يعني قال لك ان في مره من المرات قال لك النادي العربي الوحيد الذي لا يتاثر بالهزيمه، وده صحيح جدا. لو الاهلي كان بيتاثر بالهزيمه ما كانش كمل البطوله. أو طبعا كابتن طارق دياب اسم كبير وقيمه أكيد. كبيره جدا طبعا. لكره القدم العربيه والافريقيه. صحيح. يعني صحيح. مش انا اللي يعني هبخسه حقه، لكن اقصد اقول انه في تقييمه وتحليل كابتن حد بحجم وقيمه كابتن طارق دياب، رغم انه الاهلي في اوقات كتير جدا كان قاسي على الانديه التونسيه، ولو تعاملنا مع منطق الاعلام في مصر هنا من الممكن ان هو دايما يجد مبررات للاخفاق، يجد شماعات يعلق عليها تفوق الاهلي المستمر واخفاقات الانديه التونسيه، لكن الحقيقه الراجل منصف وموضوعي لاقصى درجه. يعني استاذ احمد هنا الواقع بيفرض نفسه. الموضوع منتهي. يعني انت بتقابل النهارده حتى شوف احدى صفحات المنتمي لنادي الترجي التونسي كتبت وقالت حاجه مهمه جدا، قالت سنه 2001 لما الاهلي اتقابل مع الترجي في نصف النهائي اللي هو الجون الشهير لسيد عبد الحفيظ في مرمى محمد الزوابي، قال لك وقتها كان الاهلي 2 دوري ابطال وكان الترجي 1 دوري ابطال. يعني لو كان كسب كان بقى 2 زي بعض، وبعد كده كان كمل تاني. قال لك تعالى النهارده الاهلي بقى 11. أيوة. بقى 11 وهم خدوا 2 كمان او 3 كمان حاجه كده. فبقت والاهلي متفوق على اصحاب المركز الثاني والثالث مجتمعين. يعني الاهلي عنده 11 لقب، الثاني مازيمبي والثالث الزمالك اعتقد. لا الثاني لا 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 الزمالك الثاني هو ومازيمبي الاثنين 5 على بعض. يعني 5 و5 يعني بيتفوق عليهم بالظبط في المجموعه 11 والزمالك بترتيب الحروف الابجديه يجي مازيمبي قصدي والزمالك يجي مازيمبي في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث. عايز تحطهم الاثنين مع بعض؟ لا لا الزمالك قبل طبعا، لان الزمالك حتى يعني اصلا جاب الخمسه من قبل ما مازيمبي يعدي. خد بالك النقاط يعني لو جيت بترتيب الكاف لافريقيا هتبقى حاجه ثانيه، هتبقى قصه ثانيه. انا فاهم، لكن انا بتكلم على البطوله نفسها. رامي ربيعه لوحده ومحقق خمسه بالظبط. عايز اقول لحضرتك ان يعني استكمالا لكلامنا بقى الاهلي راح في حته ثانيه، في ليفل ثاني خالص الموضوع. بقى النهارده انت بتتكلم في رابع مره على التوالي ان شاء الله كاس عالم الانديه، وان شاء الله خامس مره على التوالي السنه الجايه، انت كده كده باذن الله ضامن المشاركه. فانت رحت في ليفل ثاني خالص، براند حتى ثاني خالص، ارقام فلكيه. يعني امبارح الهدف حقق الاهلي مثلا ماديا، يعني خلينا نقول لحضرتك مثلا من 2 مليون دولار اللي هو الوصيف، ل 4 مليون دولار بلس كاس عالم الانديه هتاخد اللي هو الحد الادنى مليون ان شاء الله. الاهلي طبعا ما بيكتفيش بالمليون، بيزيد. فكل دي براندات اعلى مع نقاط اكتر، ان انت عندك فرصه السوبر الافريقي اللي هتقابل فيها اتحاد العاصمه الجزائري، بيدي لك نقاط اكتر. انت اصلا كده كان مش محتاج يعني انت بعيد. لا 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 بس انت هتبعد اكتر. احنا بقالنا كتير جدا في السادسه، يمكن من شهرين تقريبا، قلنا انه الاهلي السنه دي قدامه هدف وفرصه تحقيق السباعيه. انت حققت 4 من 4 قدامك 3 5 جايه، قدامك دوري وسوبر باذن الله محسوم وسوبر افريقي وكاس مصر.
بالظبط سباعيه هتكون تاريخيه وكل الفرص مهيئه لتحقيق السباعيه دي. صحيح. ومن بعدها هنتكلم بقى في كاس عالم، وكاس عالم انا هحط له حلقات وحلقات، لانه انا بتمنى الحقيقه انه الاستعداد للبطوله دي يبدا من بعد عوده مستر كولر ل من الاجازه. مستر كولر واخد اجازه اسبوع، هيرجع من بعدها، وطبعا صحيح. الفرقه كلها واخده اجازه اسبوع باستثناء اللعيبه اللي تم اختيارها للمشاركه مع منتخب مصر، دول استنوا في المغرب، والمحترفين موجودين تونس وفي تونس معلول وكريستو وجنوب افريقيا بيرسيتاو ومالي اليو ديانج. فبالتالي مع عوده مستر كولر اعتقد ان البطولات دي هيبقى طبعا هدفنا التتويج بيها وان شاء الله في المتناول، لكن الاهم ازاي تحضر لكاس العالم. طب خليني اخدك الاول لمشوار البطوله يا استاذ محسن. صحيح. لانه البطوله دي انا قلت في اول حلقه يمكن يختلف عليها بين جمهور النادي الاهلي في انها الاغلى، يعني ممكن حد يشوفها هي الاغلى، ممكن حد يشوف النجمه التاسعه الاغلى، ممكن حد يشوف بطوله الصفاقسي الاغلى، يعني هنختلف، لكن ما حدش يختلف انها ان لم تكن الاصعب فهي واحده من اصعب البطولات اللي توج بيها النادي الاهلي على مدار تاريخه. خلينا اقول لحضرتك على طبعا مش هنضحك على نفسنا، الجمهور الاهلي عنده التاسعه رقم واحد، هو النبي لو كسبت ال 90 حتى التاسعه رقم واحد، ده موضوع منتهي وده اسبابه منطقيه جدا، لان انت مع الغريم المنافس التقليدي لنادي الزمالك، والمباراه كانت تقريبا اذا كان الزمالك بالنسبه لبعض جماهير النادي الاهلي هو المنافس الاول محليا، فبالتالي في قاعده من الجماهير شايفه ان الوداد هو المنافس الاول قاريا. يعني لا 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 اختلف طبعا مع الكلام ده. لا الوداد في الفتره الاخيره اكتسب الخبرات وظهر في النهائيات. أي. لكن الوداد مثلا ما كانش معاه الا بطوله واحده سنه 92 او 92 تقريبا اللي كسبها من الهلال. وبعد كده 2017 بعديها، يعني شوف الفجوه الزمنيه بعيده جدا. 2017 ل 23 اربع نهائيات كسب اثنين وخسر اثنين بالظبط، الترجي والاهلي، وكسب الاهلي كان مرتين ومتواجد وبصفه نهائيه خمس مرات. عشان كده بقول هو منافس الاهلي قاريا في الوقت الحالي. لا ما اقدرش في الوقت الحالي هو اكتسب الخبرات. أيوة. وشابوه بصراحه لسعيد النصير رئيس النادي ولكل الفريق ده، ان هو قدروا ان هم يطوروا من الفريق في الفتره الاخيره، فعلي وظهر وبقى يمكن طوال دوري او طوال تاريخ دوري ابطال ما حصلش ابدا ان فرقتين بيتقابلوا في النهائي مرتين متتاليتين الا مره واحده قصدي قبل كده، الاهلي وكوتوكو 82 والاهلي وكوتوكو 83 وحصلت المره دي، شوف من سنه 64 حتى يومنا هذا ما حصلتش قبل كده، ما اتكررتش، والمرتين كان فيهم الاهلي. ف 82 83 الاهلي خدها 82 وكوتوكو خدها 83. المره دي برضو كان فعل حسن على الاهلي ان الوداد والترجي ما تقابلوش مرتين ورا بعض. لا 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 خالص، ما تقابلوش مرتين ورا بعض. هم تقابلوا 2011 و2019 تمام، في المرتين وخدهم الترجي تمام. لكن ورا بعض ما حصلتش الا مره واحده 82 83 الاهلي وكوتوكو، و22 23 الاهلي والوداد، وفي المرتين سبحان الله انصفت الاثنين. يعني ده مره وده مره وده مره وده مره. لا احنا 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 في حته زياده. احنا لعبنا ثلاثه نهائي ورا بعض من الاربعه، ثلاثة في مركب محمد الخامس خدنا اثنين منهم. بالظبط. احنا شوية دي بلس في مركب كمان. محمد الخامس تزودنا حتة دي بلس، لكن البطولة ليه غالية؟ أي. خلينا ابدا لحضرتك من دور المجموعات وخدها مني تصريح، دور المجموعات ده لا يعبر ابدا عن قوة الفرق. بدليل انت لما تشوف دور المجموعات، يعني قبل ما نتكلم على صعوبة تأهل الأهلي، التأهل الدراماتيك اللي حصل للأهلي، لكن مثلا عند فريق الرجاء اكتسح دور المجموعات يعني خمس انتصارات من ستة وتعادل وحيد، والترجي أول عن جدارة وصن داونز أول عن جدارة، ومع ذلك يعني عايز اقول لك انه مش معبر، مش مكسر. أيوة. المكسر الحقيقي في دور الابطال بصراحه من دور الثمانيه ودور ربع النهائي نصف النهائي، وان هو ده اللي القوه بتزداد فيه. الاهلي بقى لما تيجي تشوف لم يكن ابدا اعتباطا اهدار اطهر الطاهر ضربه الجزاء، ده القدر هو اللي عمل كده. لما تيجي الناس كلها يعني لو تتذكر اول ما ضربه الجزاء دي ضاعت، اول ما اتحسبت الناس كلها قالت خلاص خرجنا والحكم مش عارف ايه والكلام اللي احنا عارفينه وصن داونز مش عارف سايب ايه، اول ما اتصدت كل جمهور الاهلي كتب حتى على السوشيال ميديا البطوله بتنادينا يا جماعه، البطوله دي بتاعتنا والله عايزانا كلها. انا كنت بقول في اول حلقه من يعني قلت لو في مؤلف دراما وخيال مش هيجي كده ورومانسيه، يعني قالوا لهم جمعوهم قالوا اكتبوا قصه بطوله. ما فيش حد عارف يكتب سيناريو بطوله زي اللي عمله الاهلي. بطولات ده حلوه في الاهلي يعني من قمه الاحساس بالمراره وضعف الموقف. لمنصه التتويج من النقيض. ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو كان ممكن مثلا ايه الاهلي يصعد عادي من دور المجموعات، مفيش الدراما دي بالزبط. ويكسب عادي، وحتى في ماتش القاهره ما بوهره ما يجيبش الجون وانت تجيب عم الثالث، فتبقى احلى بطولات حققها الاهلي في تاريخه بالشكل ده، هي البطولات اللي جت
بالزبط. من رحم المعاناه زي ما بيقول بالظبط. يعني لما تيجي تلاقي مثلا ايه بطوله صفاقس 2006 هدف ابو تريكه لما هنا وتعادل 1-1 والامل ضاع ومش عارف تروح هناك تكسب في الدقيقه 92. بطوله الترجي 2012 بتكسب بتعادل هنا 1-1 وانت كمان كان متقدم الترجي وانت اللي تعادلت بهدف سيد حمدي في الدقيقه 88 تروح هناك تكسب عن جدارة واقتناع ومش عارف ايه. وبعدين ماتش مثلا بطوله الاهلي والزمالك 2020 طبعا لها دي لها يعني معزه خاصه عند جمهور الاهلي. بعدين لما تيجي للبطوله السنه دي معزه ايه يا استاذ محسن؟ دي في حته ثانيه عشان كده حركه يعني العشرة ما تحطهاش مع العشرة في جنب العشرة في ناحيه وده طبيعي جدا ما فيهوش حاجه على فكره ده منطقي تماما. لما تيجي لبطوله السنه دي بعيد عن التاهل تعال شوف حتى السيناريو النهائي نفسه. السيناريو النهائي ان انت متسيد ماتش القاهره الذهاب ضد الوداد ومتقدم 2-0 ولسه باقي نص ساعه وتقدر تسجل وكهربا ضيع ومش عارف مين راح فين وهوب الوداد بيجيب هدف وبيحتفلوا بقى. يعني هي دي كانت احد نقاط قوه النادي الاهلي. عشان في ناس دايما عارف في فيلم كان اسمه سرق الفرح عارف لما تلاقي لحظه فرحه كده فتحاول تضلم او يعني تطفي النور عليك. في ناس دايما بتشكك في نجاح الاهلي وانه بصدفه وانه جاي من بعيد وانه ضربه حظ. ده مريض نفسي طبعا يعني انا هذا لا يعنيني على الاطلاق لكن انا احب برضو ارد بالحجه والمنطق. فتعال نشوف كده بالارقام ازاي الاهلي تسيد المشهد في قاره افريقيا في الوقت اللي شكك فيه عدد كبير جدا من الخبراء والمحللين هكذا يطلقون على انفسهم يعني في قدرات مستر كولر على قيادة الأهلي في قدرات الأهلي على مواصلة المشوار أو حتى على التتويج باللقب. تعالوا كده نشوف أرقام مفاتيح اللعب في النادي الأهلي على مستوى القارة وعلى مستوى البطولة كانت أخبارها إيه. هنبدأ معاكم بالأكثر صناعة للأهداف والكلام ده طبعا على مستوى كل أندية أفريقيا. في صدارة المشهد علي معلول ستة صناعة هدف في مشوار الأهلي في البطولة. في المركز الثاني بيرسي تاو لاعب الأهلي أيضا 5. في المركز الثالث حسين الشحات 3 ويوسف العوافي 3 أهداف. في المركز الرابع يعني مركز أول وثاني وثالث للاعبي النادي الأهلي. طب ده على مستوى الأكثر صناعة. نروح للأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري الأبطال. بيرسي تاو نجم الأهلي ونجم جنوب أفريقيا في صدارة المشهد 10 أهداف 5 صناعة و5 تسجيل. حسين الشحات في المركز الثاني مع كهربا الاثنين 7 أهداف بس حسين صنع 3 وسجل 4 أما كهربا صنع هدف وسجل 6. بعد كده بيتر تشالوليلي طبعا نجم سان داونز جنوب أفريقيا ب7 أهداف بيتساوى معاهم هدف وحيد وصناعة و6 أهداف مسجلة. ثم علي معلول 6 صناعة أهداف يعني في القائمة اللي فيها 5 لاعبين منهم 4 لاعبين متواجدين من النادي الأهلي. طيب الأكثر صناعة لفرص مؤكدة على مستوى البطولة علي معلول في صدارة المشهد 22 صناعة فرصة مؤكدة. في المركز الثاني يحيى عطية الله باك شمال الوداد المغربي 20 فرصة. أحمد سيد زيزو نجم الزمالك المصري ب19 فرصة وكلاتس شاما لاعب سيمبا التنزاني ب19 فرصة. فيأتي علي معلول باك شمال النادي الأهلي في الصدارة. أكثر الحراس تحقيقا نظافة الشباك كلين شيت في دوري الأبطال الشناوي في المركز الأول 5 كلين شيت. أليكسس جندوز في المركز الثاني 4 كلين شيت. معز بن شريفية 4 يتساوى طبعا في المركز الثاني 4 كلين شيت. ثم أنس الزنيتي 4 نظافة شباك يعني الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في صدارة المشهد. يعني بالأرقام على المستوى الفردي أنا لسه ما رحتش للجماعي لأنه الجماعي برضو قصة تانية دفاعا وهجوما فوز خارج الأرض وداخل الأرض الأهلي عامل ريكورد السنة دي. فبالأرقام الأهلي الحقيقة حضرتك بدأت كلامك يا أحمد قلت الناس بتشكك في الأهلي وتقول ده حظ ومش لا مفيش حظ إيه يعني ده ربنا عز وجل في القرآن يعني وليس الانسان الا ما سعى وان سعه سوف يرى. يمكن حتى الناس السنه اللي فاتت قالت ايه الاهلي ما خدش بطوله افريقيا وراح شارك في كاس العالم للانديه يا له من محظوظ. ازاي من محظوظ؟ هو سعى وصل النهائي وخسر. عمل اللي عليه في النهايه لم تكتب له البطوله وعمل اللي عليه وصل. هل لو كان مثلا اللي وصل في النهائي ده صن داونز واتغلب ولا الزمالك ولا الرجاء ولا الترجي ما كان هيشارك. قواعد البطوله كده لو كنت في اي مكان في العالم كاس العالم النسخه اللي قبلها كانت في المغرب وكان كنا بنلعب كايزر تشيفز وشاركنا. لا انا بتكلم على كاس العالم للانديه ان انت يعني لو لم تتكلم على المشاركه يعني المشاركه الاهلي شارك في كاس العالم للانديه طب ما احنا شاركنا في كاس العالم وشوف عملنا ايه. بالظبط وبطل افريقيا اللي شارك في كاس العالم على ارضه
بالظبط يعني في الاول وفي الاخر ديكوره اقصد انا فاهم مفيش حظ مفيش حظ لا في حاجات بتاكد على الجدار يا استاذ محسن بالظبط يعني الاهلي يمكن ما كانش بطل افريقيا ولكنه نختلف عليها ونتفق عليها ولكنه يسعى دائما لكنه سعي. لما لكنه حينما يحين وقت الحدث على قدر المسؤوليه هذه البطوله الاهلي خدها وهو مش تاني الدوري صحيح وهو مش تاني ولا اول الدوري القوانين بتاعت انا مالي انتوا اللي حاطين القواعد ادام في قواعد واسس تم الاتفاق عليها من بدايه الموسم ماليش دعوه الجميع ملزم بيها ماليش دعوه بطل السوبر وهو ليس بطل الدوري ولا ليس بطل الكاس انا مالي انا القواعد محطوطه وشريك انا بلعب للبطوله صحيح ده مش حظ ابدا ولا حظ الاهلي ولا مش عارف الاهلي لا لا ده الاهلي دائما يسعى يعني تلاقي مثلا ايه هتلاقي النهارده كده الدنيا هتهدى شويه ومن بكره ال 12 يا اهلي انت بتحول بقى ايه بتبتدي وهنبتدي البطوله الجايه يعني حتى شوف كولر امبارح في المؤتمر الصحفي او في قصدي تصريحاته عقب المباراه بدا يتكلم عن الدوري عايزين نحسمه اللي هو تقريبا شبه محسوم بنسبه 90% عايز يحسم الدوري عشان عنده بعد كده هيخش انت داخل بقى في الكاس الجديد وعندك سوبر افريقيا في شهر 8 بعد الشهر اللي بعد الجاي ضد اتحاد العاصمه الجزائري فريق ليس بالسهل قدر يفوز بره ارضه على يانج افريكانز في النهائي حتى لو خسر على ارضه لكن استفاد من برضه حته الهدف خارج الارض هدفين وبتاع وعنده مدرب عظيم وعبد اسمه عبد الحق بن شيخه له طار على فكره مع النادي الاهلي اللي كان بيدرب في الدفاع الحسن الجديدي لما الاهلي خد الكونفدراليه سنه 2014 كان طلعه من دور ال 32 بهدف احمد رؤوف في النهايه الهدف ده كان في الدقيقه 90 وطلع الفريق ده يومها ده اغضب عبد الحق بن شيخه جدا قال لك انا ما اعرفش اعمل ايه مع الاهلي فجات له الفرصه انه ينتقم بس ان شاء الله ده ما يحصلش إن شاء الله. طبعا انتقام كروي طبعا لكن في النهايه فريق كويس جدا اتحاد العاصمه الجزائري قدر يرجع الانديه الجزائريه مره اخرى للساحه الافريقيه منصات التوجه في حين ان هم كانوا سايبين القصه دي لانديه مصر وتونس والمغرب فالاهلي عنده السوبر الافريقي عنده قرعه السوبر ليج دوري السوبر الافريقي البطوله المستحدثه عنده دوري ابطال افريقيا يعني دايما هو بيجدد عشان كده في ملاحظه او مفارقه الناس بتقول الاهلي ريال مدريد افريقيا ريال مدريد اول ما خسر الموسم ده دوري ابطال افريقيا اوروبا تحديدا بالرباعيه من السيتي غربل الفريق على طول شوف مين افضل مين هات مش عارف مين عشان عنده طموحات النادي الاهلي برضو يعني الموسم هيخلص هيبتدي يجدد صفوفه يشوف هيجيب عناصر مش عارف احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين ليفل الوحش هو ما ينفعش الا كده حقيقي ما هو ما ينفعش الا كده يعني النجاحات دي بتزود طموحات الجمهور الوصول للقمه صعب الاصعب ان انت تحافظ عليها تبقى عليها لكن خليني اقول لك النهارده برضو ضريبه الفوز المتكرر او 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 الوصول لمنصات التتويج المتكرره صحيح. بتخلي الجمهور عايز يجدد طموحه فيعني معلش ما تزعلش مني افريقيا صحيح طبعا بتفرحنا لكن النهارده انا كجمهور اسعى لانجاز جديد في بطوله كاس العالم يعني فاهم قصدي ايه وهذا ما ينقص النادي الاهلي وهذا ما ينقص النادي الاهلي وهذا ما كان الاهلي قريب من تحقيقه لولا بعض الظروف ما خدمتوش ما يعني بقول لك لولا بعض يعني مره قابل بايرن ميونخ ومره قابل ريال مدريد ويوم ما قابل بالميراس كانت الفريق ناقص 6 لعيبه اللي هم كانوا بيشاركوا في نهائي كاس امم افريقيا في الكاميرون مونتيري المكسيكي لما كسبنا احنا كسبنا مونتيري وبعدين 1-0 وبعدين لعبنا المراس فظروفك انت حتى اللعيبه جت يعني انا فاكر ايوه لعبت ماتش كنت في الملعب يومها واللعيبه جت قعدت معانا في الشناوي وبقيه اللعيبه معانا في المدرجات لان حتى كان لسه جايين طلعوا من الكاميرون على دبي ومن دبي لابو ظبي قصه كده فطبعا الفريق ما كانش جاهز فالاهلي كان حظه سيء في او غير موفق في الامور دي هتيجي في يوم من الايام يعني طالما انت بتحاول دايما ابدا هتيجي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خليني اكلمك عن كولر شويه لانه هذا الرجل الحقيقه يعني اتمنى انه حده اذا كان نقد مش هجوم يعني تخف عليه لانه اعتقد انه مفيش مدرب في تاريخ الكره المصريه مش في تاريخ النادي الاهلي في النادي الاهلي جه مدربين يعني عظماء جه اسماء كتبت مجدها وحققت مجدها هنا على ارض مصر مع القلعه الحمراء لكن مفيش حد قدر انه يكسب ثقه ثقة جمهور قبل ما اتكلم على ثقة لاعبين وإدارة صحيح. وقدرت تظهر بصماته بسرعة مارسيل كولر صحيح. وفي نفس الوقت يحقق علامة كاملة الراجل ده لم يخفق في تحقيق أي لقب في أي بطولة هو دخلها لغاية النهاردة ويحسب ليه كمان حاجة يا أستاذ أحمد إن هو ما خلكش تخاف ولا تزعل ولا تقلق على أي لاعب في الفريق يغيب حتى محمد الشناوي في نهائي أفريقيا صحيح. غاب
ووضع الثقه ليس في علي لطفي كمان اللي هو الحارس الثاني، لا في مصطفى شوبير الحارس الثالث صغير السن، وحطه في مباراه سبعه. وعلى فكره البطوله دي تحسب للكولر بنسبه كبيره جدا، يعني بعيد عن منظومه الفريق نفسه او الجمعيه، لكن تحسب ليه هو؟ لانه في لما كان الشناوي راجع من اصابه لم يجازب بيه في مباراه الذهاب، وقال ودى الثقه لمصطفى الشناوي لمصطفى شوبير، لانه حتى هيبقى في وسط جمهوره الدعم، فرقته هتبقى مفترض انها بتهاجم مش بتدافع، بعكس لو كان مثلا شارك الشناوي. طبعا حاجه كويسه وكل حاجه، لكن مثلا وارد كان وارد ان هو يخسره وتتجدد الاصابه ويخسره في المباراه الاهم، هيروح هناك 60 70 الف متفرج هيعملوا الضغط على حارس شاب ما عندوش الخبرات، كان ينهي ويدمر حياته الكرويه قبل ان تبدا. فده يحسب لكولر قرار مجازفه منه، ولا يكون مصائب جدا جدا جدا. وما تنساش ابدا عمليه التدوير اللي هي خلتني، يعني موسيماني كان مدرب كويس، لكن كان مأساته او غلطته الوحيده في وجهه نظري ان هو معتمد على 12 13 14 لاعب، والباقي لما بيع لاعب ما انتش لاقي البديل، ما انتش لاقي البديل. عشان كده هو جه النهارده السوليه بيقعد على الدكه، مروان عطيه بيخرج، الشحات بيخرج، كهربا بيطلع، برش انت امبارح مطلع برشته ومطلع الشحات ومطلع كهربا، ما فيش اي مشاكل خالص وبتشرك حتى وعادي الدنيا شغاله. انت بعد تغييرات كولر امبارح حسينا انه الفريق استعاد التوازن المفقود مره ثانيه. سبحان الله، مع ان انت لو تيجي تقول لا يا جماعه الثلاثي ده هو اللي فايق دلوقتي، كهربا والشحات وتاو، بلاش دلوقتي شريف بلاتا، بلاش احمد عبد القادر، بلاش قفشه، لكن لا هو خلى اللي بره زي اللي جوه، ما خلاكش انت تخاف خالص على اي 11 واحد موجودين في ارض الملعب هيشيلوا الفرقه. ده شيء يحسب للمدير الفني اللي بصراحه بالورقه والقلم حساباته صح بنسبه 100%. لقطات الفرح ربيعه طبعا، واحد من كباتن الفريق طبعًا. محمد هاني واحد من كباتن الفريق، كله كان ليه دور بصراحه، يعني أكيد طبعًا. حتى لو يمكن استنيت منهم يعني مردود معين، مساهمه معينه، الفريق امبارح كان نجم الحقيقه في ظروف صعبه جدا. وتلاحظ عليهم حاجه كمان، بيعيطوا بعض البطوله وكانهم ما خدوهاش قبل كده مثلا، ولا واخدينها مره ودي الثانيه. انا كنت يعني احساسي وانا بشوف لقطات لمعلول والهاني ويعني لعيبه الاهلي وهي في ارض يعني في ملعب المباراه بتنفجر بكاء، يعني حسيت ان اللعيبه دي كمان اتعرضت طبعاً لضغط قاسي جدا. في حضرتك قلت من شويه من رحم المعاناه يولد الابطال، انت مغلوب خمسه في البطوله نفسها في البطوله، يعني انت اتغلبت خمسه، ولكن العبره بالخواتيم. مع احترامي طبعا لفريق صن داونز، فريق كبير جدا، لاي فريق ما اتغلبش خمسه حتى من صن داونز في النهايه مين البطل؟ في النهايه مين البطل؟ البطل هو الاهلي. التاريخ النتائج الكبيره بيسجلها ما فيش مشاكل، لكن في النهايه هي في عرف كره القدم او في عرف النقاط واحد زي خمسه زي 10، دي بثلاث نقاط ودي بثلاث نقاط، لكن طبعا تبقى النتائج الكبيره موجوده، مش هنقدر نمنع ده، لكن ده في حد ذاته كان دافع ليك ان انت بعد ما اتغلبت في المباراه اصبح تحديدا المباراه دي لم يعد مصيرك في يديك. كمان المباراه دي اللي اخطا فيها مارسيل كولر هي اللي علمته، يعني هو استفاد من اخطائه في المباراه دي، وبدا من بعدها لو تلاحظ الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف الا هدفين في النهائي، اللي هم طبعا في النهايه انت فزت برضه يعني 2-1 و1-1 هناك من الوداد، لكن انت حتى طول البطوله ما يعني بعدها 4-0 ضد الكاميرون، 3-0 ضد الهلال، 2-0 الرجاء، 0-0 في كذا، وبعدين 3-0 و1-0 على 1-0 على الترجي، 2-1 لان ده النهائي. هتقول لي مثلا الوداد سجل فيك، طب ما انت سجلت في الوداد على ملعبه ولم يحرز اي فريق هدف على في مرماه في كازابلانكا، وانت اللي سجلت الهدف الاغلى، يعني هو هدف وحيد اللي دخل في مرماه، جاب البطوله كلها هدف محمد عبد المنعم. فهي العبره بالخواتيم، فكانت ان مش غلط ان انت تغلط، الغلط ان انت تغلط ان انت ما تستفدش من خطا. فهو الاهلي وكولر استفاد من خطاه في المباراه دي وكمل مشواره وفاز بالبطوله. فالعبره بالخواتيم طبعا، البطوله تحسب للمجموعه كلها وعلى راسهم طبعا مارسيل كولر. طب عشان ما تبقاش قصه فرحه وبس، قصه كمان فيها قصه، يعني سميها ايه، درس مستفاد، سميها عبره، سميها زي ما تسميها، بس خلينا نتكلم بشكل عام على منظومه الاهلي يا استاذ. طبعا طبعا. وهنا الهدف مش اسم الاهلي بس، الهدف الرياضه المصريه، وطول عمر الاهلي، طول عمر الاهلي تفوقه ونجاحه بينعكس ايجابا على الكره في مصر. أكيد. لكن لما ابص النهارده على نادي واحد، نادي واحد في المنظومه الرياضيه في مصر، عنده في مختلف رياضات فرقه بتلعب في كاس العالم، يعني عنده في الباسكت بول فريق راح كاس عالم، في كره القدم صحيح. كاس عالم في هاندبول كاس عالم، ازاي يعني نعزز التجربه دي؟ ازاي نقدر نكرر؟ انا ما عنديش اي مانع على فكره ان انا اشوف التجربه دي، تجربه الاهلي دي او العمل المؤسسي في الاهلي ده، بالعكس اتمنى أكيد. ان بطولاتنا المحليه أكيد. تبقى فيها منافسه حقيقيه في منتهى القوه. احنا الاهلي متصدر الدوري، منفرد بالصداره، اغلب العرب تقول ان البطوله تقريبا شبه محسومه صحيح. بطوله لا تعني بالنسبه لي كجمهور شيء، انا احب انه الاهلي يفوز في بطوله
في منتهى القوه، بطوله صحيح. تحسم في لحظات الاخيره، بطوله فيها المنافسه تعلي من مستواي زي ما تعلي من مستوى المنافسين. ده يحسب لمجلس الاداره يا استاذ احمد، لان مجلس اداره النادي الاهلي زي مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ موظفين في النادي. موظف في النادي. امبارح الكابتن محمود الخطيب، محمود الخطيب نجم نجوم قاره افريقيا واسطوره مصر في كره القدم، لاعبا واداريا ورئيس نادي وكل حاجه، ومع ذلك قاعد الكابتن حسام غالي لان هو رئيس البعثه، هو اللي نزل سلم الكاس ومع اللعيبه والموضوع منتهى. هو راجل كان رافق البعثه وجاور طبعا سعيد النصيري في الاداره، دي بروتوكولات يعني، لكن يعني هو انا جاي بس مع البعثه، لكن في النهايه في رئيس بعثه يعني، ما قالش مثلا للفريق كسب فينزل بقى يسلم، لكن السنه اللي فاتت كان موجود كان رئيس البعثه ونزل ولم وكلمته الشارع موجوده اتس نوت فير يعني، دي مش عادله لما قالها لموتسبيه وقالها لجاني انفانتينو وكان واقف رئيس الوداد. النهارده القدر حتى بيدوا له فرصه انه يكون لا انا مش دوري، انا مرافق للبعثه، ولكن رئيس البعثه هو الكابتن حسام غالي. عشان كده هم في النادي الاهلي موظفين، تلاقي النجاح جاي منين؟ لانه مش محتاج كلام يعني، النجاح نجاحك دايما يبان على الارض يعني، يعني الفرق بين الاهلي وغيره ايه؟ هم قالوا والاهلي فعل. باختصار يعني عايز اقول لحضرتك امبارح ما حدش خد باله كتير من ان ال 11 بطوله للنادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب متواجد فيهم. 82 كان لاعب، هو اللي جاب الجونين هنا لما كسبنا 3-0، والجون هناك اللي جاب ال 1-1 اللي خدنا بالبطوله، و87 كان قائد الفرقه، وبعد كده بقى 2001 و2005 و2006 و2008 و12 و13 و20 و21 و23 كان في مجلس الاداره على مراحل مختلفه، يا اما بقى عضو او امين صندوق او نائب او رئيس نادي، ورئيس نادي 3 بطولات. يعني سبحان الله ربنا كافئ محمود الخطيب، الانسان محمود الخطيب سواء كان لاعب ولا يمكن حتى كان في تقرير معمول في سكاي نيوز عربيه امبارح كل الناس راحت في اتجاه الفرحه والحديقه 11، لكن قالوا اللاعب الفذ والرئيس الاستثنائي، لان هو يعني رحله ال 11 لقب كلها مرتبطه بالكابتن محمود الخطيب، يعني تخيل يعني سبحان الله ده ربنا يعني عايز ايه بمكافاه بعد كده. ومع ذلك لا بيطلع يتكلم ولا بيصرح ولا بيعمل ولا شيء، ده ولا في ظهر في صوره شايل لهم الكاس مثلا، الناس بتصور معاه عادي مجلس الاداره ولا بتاع اللعيبه، ده عادي جدا، لكن في النهايه ما البروتوكول بروتوكول. رئيس البعثه هو الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، لان النادي الاهلي متعود على كده، لان في يوم من الايام هيمشي محمود الخطيب من رئاسه النادي وجاي بعديه اللي هيجي، وفي كوادر جايه كابتن حسام غالي كابتن، يعني هم بيربوا الكوادر، عشان كده مفيش قلق في مجلس اداره النادي الاهلي، دائما ابدا بتعمل على لاجل مصلحه النادي، وهم كلهم مش باينين يعني مش مهم يطلعوا، حتى الناس بتنتقد حتى لما يطلعوا لا يتلعوا. هو هي الفكره بس انه لما يبقى عندي منظومه ناجحه كده فيها عمل مؤسسي نجاحها مش مرتبط باشخاص، ودي أيوة دايلمه القصه في يعني في مصر يعني في مصر في انديه كتيره جدا ممكن تنجح موسم واثنين لارتباط النجاح ده بوجود شخص ما او مسؤول أو ما او طفره او ضعف الاهلي احيانا على فكره بيبقى موجود، لكن في النهايه رحيل او اختفاء الشخص ده خلاص انتهت الحقبه. على فكره ده مش في مصر بس يعني اين انيمبا، ده اول ما ظهر انيمبا الناجيري خد بطوله افريقيا 2003 و2004 سنتين و4 وجاء وخلاص شكرا سلم على كده، الاهلي جه استلم من الرايه وما ظهرش تاني، وبقى حتى ما بيروحش دوري الابطال. مازيمبي غول العملاق الكونغولي يعني الناس كان حاجه رهيبه جدا، فاز على الترجي في 2011 ولا في 2010 في النهائي 5 يعني، وكان غول وهزم الاهلي وهزم الزمالك، بصراحه كان فريق قوي جدا، ومع ذلك خدها طلع ظهر خد له بطولتين وثلاثه وحتى راح كاس عالم الانديه وبقى الثاني في 2009 الوصيف ضد انتر ميلان، البطوله قامت وقتها في ابو ظبي، ومع ذلك يلا حتى ما بقاش يصعد دوري ابطال افريقيا يعني بقى موجود في الكونفدراليه وبيتغلب رايح جاي يعني، حتى يعني انتهى يعني الزمن راح بيه خالص. هتلاقي كده الطفرات دي موجوده عند الانديه اللي يعني عند اغلب الانديه، لكن تبقى الانديه الكبيره هي الكبيره يعني. النادي الاهلي نظام مؤسسه، النادي الاهلي مش نادي، النادي الاهلي مؤسسه مؤسسه يعني، مش عايز اصلا مش عايز اقول مصطلحات كبيره دوله داخل الدوله، لا الكلام ده طبعا مش، لا ده في النهايه هو نادي، لكن هو مؤسسه بتدار بشكل احترافي جدا جدا جدا، لا مجال للعواطف لا مجال للهرتله يا جماعه، مفيش الكلام ده، الناس بتحترم نفسها وبتحترم اسم ناديها، البراند عالي جدا. النهارده النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بيفتتح من اسبوع الفرع الرابع جديد. يعني حتى انا بقى اتوقف مع بعض الناس، انا كنت حاضر كان في ناس بتقول ايه ده، انا فاكرينه جاي يحط حجر اساس ولا حاجه، ده نادي مكتمل يعني، والبراند بيعلى والرعايه بتعلى، ما كل ده سبونسرات وبتعلى يعني، يعني النادي الاهلي امبارح في جون 4 مليون دولار انت بتتكلم في ايه، في حين ان في ناس في انديه في افريقيا كانت فرحانه انها في بطوله لم يعني ما كملتش من دور المجموعات خدت 700,000 دولار يعني في انديه في القاره السمراء بقى تقول لك الخزينه تنتعش مثلا في ده كلام يا جماعه، لا يعني في اعلى من كده يعني، في ممكن اعلى من كده،
في مكمل تاخد مليون دولار وتكمل تاخد اتنين حتى لو خسرت يعني اوصل. ما انت ما هو النادي بيعلى ازاي؟ ما هو كده المؤسسه، النادي الاهلي مؤسسه وليس مجرد نادي. يعني تزول الاشخاص ويبقى النادي الاهلي. اين صالح سليم رحمه الله عليه؟ اين كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه؟ كابتن محمود طاهر، كابتن الخطيب، كل الناس دي بتأدي دورها وبتسيب بعديها وكله بيكمل. مفيش جيل يعني باستثناء او مفيش انجاز حصل بنفس الشكل ده غير يمكن من 2005 ل 2008 بالزبط. 2005 و6 و7 و8 وتقريبا كوبي بيست يعني بالزبط. نسختين تتويج، نسخه راحت قدام النجم ثم أربعة. يعني الاهلي بقى بينافس نفسه يعني بالظبط. هل الجيل ده اكتر جيل اتظلم في تاريخ النادي الاهلي؟ اللي هو الجيل الحالي؟ يعني انا شايفه على مستوى الانجازات والارقام واحد من الاجيال الذهبيه بدون شك، يعني ان لم يكن افضلها ويزيد شويه عن جيل اللي انا اتكلمت عليه انه حقق اتنين برونزيه في كاس العالم. يعني الجيل اللي فات حقق برونزيه وحيد وكان بيملك اسماء ايه ده، الجيل اللي حقق لمصر طبعا ثلاثه دوري افريقيا صحيح. لكن الجيل ده من اول موسيماني، يعني من بعد رحيل فايلر، تولي موسيماني ثم الفتره الانتقاليه سواريز وحتى مع وجود فايلر دايما في هجوم على المدير الفني، ودايما في هجوم على النادي الاهلي، ودايما في هجوم على لعيبه النادي الاهلي. لاعب بقيمه علي معلول، يعني حد عنده ادنى ذره شك والله ان واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ. هقول لحضرتك هم بيتعاملوا ازاي مع النادي الاهلي في القصه دي. العيار اللي ما يصيبش يدوش هو قاعد طول الوقت بيصدعك بكلام ان اللاعب ده خلاص راحت عليه، ان الاهلي مش عارف يلا بقى ورينا مش عارف. كلام كله خد بالك لازمة. انه لازمة. في اول الموسم الموسم اللي احنا فيه ده اللي الاهلي خد فيه كاس مصر السوبر اتنين سوبر لا وكاس مصر واثنين سوبر على حساب الزمالك وبيراميدز والاثنين بالنسبه للاهلاويه طبعا يعني منافسين طبعاً منافسين. ثم بطوله افريقيا حققناها الحمد لله على منافس مختلف برضه ثم الدوري المصري مسيره بدون هزيمه ولا خساره حتى رائعه جدا. ورغم كده ارجع بقى معايا فلاش باك افتكر كده اداره النادي الاهلي اتهاجمت قد ايه في قبل بدايه الموسم على قرارات زي ان احنا ما نكملش الموسم باللعيبه الاساسيه، اتهاجمت قد ايه على الصفقات للموسم الانتقالات الصيفيه، اتهاجمت قد ايه في موسم الانتقالات الشتويه. صحيح صح ولا يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ اذا حسن البدء حسن الختام. السنه اللي فاتت لما الاهلي خلاص تقريبا الناس قالت مش ده الاهلي، احنا متعودين على روح الاهلي اللي بيكمل لاخر لحظه. الاهلي بالمعنى البلدي رمى الفوطه بدري في موضوع الدوري، خلاص راح عامل ايه؟ راح مريح الفرقه الاساسيه لان كان في تلاحم مواسم كان مؤثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. عمل المرحله الانتقاليه دي وشرك بقى الشباب وبعض المصابين العائدين من الاصابه زي كان وقتها مثلا واحد زي ديانج وجرب مع سواريز، ما فيش اي مشاكل خالص وكمل الموسم وخسر الاهلي عادي الدوري والكاس، ما فيش اي مشاكل خالص. وكان طبعا كان الكلام ده بعد كمان خساره افريقيا، ما فيش اي مشاكل، لكن هو كان باصص لقدام يعني خساره دلوقتي ولكن مكاسب بعدين. الموسم خلاص ما اقنعش سواريز، وفق النادي الاهلي في كولر ليس حظ ولكن هو عشان بيسعى وسيفيهات شغاله وبقراءات خلاص جاب كولر ومشي مع الفرقه وبقى الاهلي علي مع الوقت. خد بطوله السوبر من نادي الزمالك لو كان هو بطل الدوري المصري وبطل الكاس وقتها، خد منه السوبر الافريقي عفوا السوبر المحلي في ابو ظبي اللي هي ماتش 2-0 وبعد كده الاهلي كمل في بطوله الدوري ملوش دعوه بالمنافس حتى لما الزمالك بدا يصعد. كريم فؤاد الماتش ده بالظبط كده والاهلي كمان لو تاخد بالك على ذكر بقى كريم فؤاد مثلا انه اتصاب وصليبي وابتعد وكان واكرم توفيق ودي عناصر اساسيه ومع ذلك الفريق كمل عادي ما فيش اي مشاكل والدنيا مشيت واكتملت. حتى العصرات زي كنا لسه بنتكلم على عصر سان داونز في دور ابطال افريقيا ومع ذلك كمل هو دي يعني النادي الاهلي تحمل كل النقد لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح. في النهايه هو على منصات التتويج النادي الاهلي هو البطل هو الزعيم، الناس كلها بتتكلم عنه في العالم كله بصراحه مش حد طبعا واحد من نجوم النسخه دي طبعاً. بعد نجوم طبعاً. الموسم يعني طبعا نيرفو كانت عالي شويه الفولت كان رايح من كهرباء يعني لو حضرتك تسمح لي اتمنى من اداره النادي الاهلي يكون في يعني قرصه ودن كده لان لا يعني ما ينفعش انت لاعب بسم الله ما شاء الله عليك اصبحت رقم واحد في النادي الاهلي مع ان الاهلي الكلام ده مش موجود بس موهبتك كانت عاليه جدا انت وتاو وبقيه اللعيبه ما ينفعش دي امبارح برده واحده من اللقطات طبعا هو ده الاهلي هو ده النادي الاهلي وشوبير مصطفى شوبير ان ده يعني حتى هي لقطه رمزيه بيدوا له ميداليته ما هو في الاخر هياخد ميداليه برده لكن هي لقطه رمزيه ادي رساله من محمد الشناوي ان ده اللي جاي نزل وزعق له قال له تعالى تعالى لان انت النهارده انت المستقبل انت اللي جاي يعني انت اللي جاي انت وعلو لطفي طبعا اجلنا ام عاجلا خلاص يعني الشناوي هيعلق القفاز في وقت من الاوقات
وبعد كده هيستلم علي لطفي وشوبير، فهم دول اللي مكملين. فعشان كده التواصل مهم، مش مجرد كنت لسه حضرتك بتقول النهارده فريق بياخد بطوله وبينزل، ما هو عشان ما فيش تواصل، هو بتبقى طفره الفرقه كلها كويسه وياخد بطولتين ونام بقى في الخط. لكن انت دي الفرقه الكبيره اللي زي النادي الاهلي الاستمراريه مطلوبه. فعشان المشهد ده بيلخص الجزئيه دي، ان هو انا موجود وانا البطل. على فكره الشناوي اكتر قائد في تاريخ النادي الاهلي حامله لبطولات افريقيا ثلاثه. ده الاتحاد الافريقي النهارده منزل له بوست وتهنئه. طبعا طبعا اكتر قائد لفريق النادي مش من فراغ، مش بس الاهلي، اكتر قائد لاي نادي في افريقيا شال كاس او بطوله. ليس من فراغ، ليس من فراغ. فعشان كده ده النادي الاهلي الكبير بيدعم الصغير، والاستمراريه موجوده باذن الله. لا خد بالك كمان الجيل ده واحده من المميزات بتاعته، او الحاجات اللي يعني طبعا احنا بنتكلم عن تاريخ الناس دي، ال 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 النجاحات المتواليه دي عالميا وافريقيا ومحليا هتحطهم هتمجد يعني سيرتهم وتاريخهم مع النادي الاهلي. لكن خد بالك كمان انه النهارده اغلب عناصر النادي الاهلي مش قصه بس خدت خاضت لقاءات صعبه، لكن كمان توجت بالقاب عندها خبر. اصل الالقاب دي خبر يعني طبعًا. البطولات الكبيره دي خبرات، انك انت تلعب مع الكبار وتسافر وترجع وتقع وتقف، كل دي تراكم خبرات كبيره طبعًا جدا طبعًا. وخصوصا انه يعني انت بتتكلم انه في تقريبا النهارده نص الفرقه او ثلث الفرقه بتاخد بطوله افريقيا لاول مره. أنا فبالتالي يعني فكره، انا ادي لك مثالين بس. مروان عطيه، مروان عطيه لسه جاي شارك كاس عالم الانديه، خد دوري ابطال افريقيا، مع احترامي طبعا للسوبر بقى والحاجات المحليه بتاعتنا دي الحاجات الصغيره دي، لكن خد دوري ابطال افريقيا حاجه ما. النهارده انا شايف عشان الصحافه الجزائريه والسوشيال ميديا الجزائريه جايبه صور بتاع الجندوسي، هو احمد الجندوسي هو ماسك الكاس وبيرقص بيه في الطياره، مع انه ما شاركش في المباراه مثلا، او ما كان يعني ما كانش له دور فعال، بس دوره جاي طبعا. لما قريت كل التعليقات بتاع الجزائريين قالوا يستحق، خلاص هو راح في حته ثانيه. شوفوا مع انه مش يعني مش اساسي لسه، ما بقاش لان طبعا مركزه متخم شويه، لكن موجود الاهلي مش جابه يركنه يعني، موجود ولدور موجود وكريستو لدور. أنا يعني بما انك قلت الاثنين دول كريستو وخندوسي، شايف كواليتي بالظبط تبني عليها جدا، موضوع تاني خالص. موضوع تاني خالص هيفرق جدا مع النادي الاهلي. يعني دي اللقطه بتاعت قفشه في الطياره، كان في حتى الجندس وكل اللعيبه يعني، هي دي حلوتها، افرحوا يعني شويه وخلاص. فرحه قفشه في القضيه ممكن زي ما كان فرحان امبارح كده. ما هو فرحان لانه كانت الناس بدات تشكك فيه يعني بداوا ايه، اقعد بقى قعد قفشه بقى وشرك مش عارف مين، وقفشه ما بقاش اساسي. هو حتى عبر عن ده بعد المباراه وقال خلاص انا بتدرب يا جماعه وموجود، عشان كده لما الاهلي يحتاجه لقاه. يعني دايما ده بيخلق المنافسه. طول المشوار يا استاذ محسن، وده يمكن مرتبط بالكلام ده قندوسي اهو. شوف جابوا اللقطه دي انتشرت في السوشيال ميديا الجزائريه ان عقب المباراه امبارح وبعد اللقطه يعني امبارح حتى يومنا هذا كل الناس الجزائريين واقفين ورايا يعني. وخالد عبد الفتاح اول بطوله، كوكا اول بطوله، موسافيو اول بطوله، كريستو اول بطوله. فبالتالي طبعا يعني انجاز كبير. بمناسبه قفشه وكلامك يعني انه يعني ناس شككت فيه وكده، مفيش لعيب الاهلي يحتاجه الموسم ده الا ولقاه عشان يعني علي لطفي كان ليه دور مهم، شوبير كان ليه دور مهم، قفشه السليه حتى بعد عودته من الاصابه، الجندوسي الاوقات اللي بينزلها، عايز اقول لك ان القندوسي الاوقات اللي بينزلها دي بيفرق جدا، بيخطف قلوب الاهلاويه بالظبط. يعني بالتفويته والبتاع، لانه لعيب بسم الله ما شاء الله عالي يعني، في لعيب كوره يمكن ما انسجمش، يمكن ما هضمش فكر كولر قوي، يمكن بدني لسه دخل بقى مصري يعني. اللقطه اللي خدها في السوبر دي لما ركب العربيه قعد يلف بمحمود متولي يعني، اللي هو بيفسحه الدكتور اللي بعد عنه، هو خده فسحه في الملعب. ومعلول بقى مصري، معلول مصري، وديانج بقى مصري، وبيرسي تاو كمان موسم هيقلب مصري. لا ويحسب للاهلي ان هو يعني عنده جوهرتين، عفوا يعني جوهرتين، الجندوسي وكريستو، جوهره جزائريه وجوهره تونسيه. من كان شفت بعض التوانسه كانوا زعلانين جدا ان هو جا الاهلي، مش عشان يمكن الاهلي قال يا جماعه دي مفروض موهبه هتفيد المنتخب التونسي ده يروح اوروبا. طيب ماشي، ما هيروح برده ان شاء الله، بس ما يلمع لانه لسه موهبه صغيره زي الجندوسي برده. في احسن من فاترينه بطل افريقيا العرض بتاعه وكاس عالم انديه بالظبط. ده موضوع تاني خالص، فهستفيد. ما انت عندك علي معلول النهارده، ما هو اساسي في منتخب مصر، عفوا في منتخب تونس. نعم ما شاركش معاهم او مش موجود في قائمه الماتش اللي
بس لاعب لا غنى عنه وهو يعني احد كريستو موجود في خيمه وكريستو موجود ومسافر معاهم كمان بس علي كده كده اجازه راحه بالظبط لا لا يعني راح الحمل كان كتير يعني شوفهم هو بيعيط امبارح ولا تحس ان هم لسه بياخدوا البطوله ده اول مره ما هو ده النادي الاهلي يعني شفتها حتى كان في تعليقات بعض المغاربه مش دلوقتي لما كنت بكلمك يوم الاهلي خد الكونفدراليه على حساب يعني قصدي صعد في الكونفدراليه على حساب الدفاع الحسن الجديدي لما جابوا اللقطه واللعيبه عماله تعيط قال لك اللي يشوفهم كده يقولوا يا جماعه ده ما خدوش بطولات ده هم اسياد افريقيا وبيشاركوا في بطوله الكونفدراليه بعد ما خرجوا من دور المجموعات وقتها عفوا من دور الابطال وقتها في 2014 والاهلي كمل وخدها تحس ان يعني هو بيصنع لنفسه الانجاز هو بيصنع نفسه الانجاز والخطه بتمشي يعني حلول ودموع غاليه قوي على جماهير النادي الاهلي ده صحيح ده صحيح يعني انت 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 يعني تربعت على عرش قلوب الاهلاويه قلوب الاهلاويه مش عايزه كلام محمد هاني بالظبط محمد هاني واحد من كباتن النادي الاهلي يا جماعه هاني بيكتب تاريخ بكاؤه ده لان السنه اللي فاتت لعيبه الاهلي على فكره ما تعرضتش للظلم في الملعب بس عشان الناس كان في الانتقادات لا الظلم للاجواء اللي قبليها ان انت بعد المباراه ايوه انا اتكلمنا في ده حتى كابتن وائل جمعه حاول يوضح ده لعزيز بن نيجي ان هو مش قصده ده قصده الاحداث فهو الثاني ما مش مشكله يعني انا بعدها. قلت يعني انا قلت كنت بكام في اول حلقه استاذ محسن بقول يعني كان كلام الاستاذ كابتن عزيز انه هل لو كان الموقف معكوس هل لو كانت مباراه واحده في القاهره المغاربه هل ما كانش الوداد قالوا عندكم حق انه مظلوم يعني انت بعد مباراه الذهاب في نصف النهائي راح محدد ان الماتش بالظبط والبطوله اللي قبلها كان هناك كان متحدد فيها مركب لا يا جماعه مش كده يعني الاهلي اعترض على ده ممكن جدا على فكره انه الاهلي قابل الوداد في النسخه اللي قبلها الوداد كان افضليته على ما هو كان لو حصل كان الثاني بقى كانت راحت في حته ثانيه بس هو كده ثلاثه كفايه في مركب لا كفايه بقى يعني كفايه يعني فاقصد اقول لك النادي الاهلي دخل بطوله العام الماضي مهزوم فعشان كده خسر وكانت السنه دي بقى كانت الموقف صعب هتخسر مرتين قدام نفس الفريق على نفس الملعب وثالث مره قدام الفريق اللي هو الوداد يعني طبعا مع احترامنا للوداد لكن صعب قوي على النادي الاهلي ان انت تخسر فريق يبقى عنده 4 دوري ابطال افريقيا واخد منك 3 يعني انت ما خدتش منه حاجه خالص ما ينفعش وبعدين الناس وفعلا لو الاهلي اتغلب امبارح لا قدر الله كانت تبقى عقده انت كنت لكن هو بالتعادل ده انت ضربت حاجه اسمها الاهلي هو العقده بالظبط ما قالك كابتن الشناوي قال لك عقده افريقيا كلها لان حتى العقده حتى منطوقها كان مش صحيح وشوف يعني كل ما هتطلع خطوه لفوق كل ما اللي شايفك او اللي باصص عليك من تحت هيبقى عايزك تقع وهيبقى عايزك تتعطل ده طبيعي جدا وهيبقى عايزك طبيعي ده طبيعي جدا عشان كده يمكن يعني استاذ محسن لما قال انه الوصول للقمه اسهل بكتير جدا من قدرتك على الحفاظ عليها ده حقيقي بالظبط يعني امبارح كان في لقطه مثلا كان بن شرقي وفرجاني ساسي كانوا رايحين في المدرجات بيشجعوا الوداد طبعا ده منطقي بالنسبه لنا بن شرقي لانه ابن الوداد يعني ده فرجاني كانت غريبه بس فرجاني فسرها قبل كده قال لك عشان الاهلي بيبتعد عن اقرب المنافسين سواء الزمالك او الترجي في النهايه كلامك صحيح بس في النهايه حتى وخد بالك برضو ده واحد من الاسباب لازم تبقى عاقل ومنطقي انت بتتكلم على قاره افريقيا صحيح لما اوروبا نعمل قياس سريع كده فنقول ان ريال مدريد هو بطل الابطال وهو المسيطر وهو الامر الناهي على نفس الموضوع ده لا يقلل ابدا من بطوله تشامبيونز ليج اوروبا ولا قوتها ولا قوه المنافسه نفس الحكايه في لانه في ناس بتحس انه يا جماعه حاولوا تعطلوا الاهلي شويه باي شكل من الاشكال مره الملعب جوه الملعب اللي يقدر يعطل يعطل اللي يقدر يعطل 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 وعلى شخصيه البطل وعلى اي حد هو بن شرقي ما خدش قبل كده بطوله من الاهلي في يعرف انه طبيعي جدا ومنطقي جدا في كل البطولات اللي هتاخدها بعد كده هتجد اسباب مباشره واسباب غير مباشره لازم تعطلك لانه مش طبيعي انه قرب بحجم قاره افريقيا يبقى فيها الاهلي هو الامر الناهي وهو المسيطر على المشهد وهو دي كورة. المتحكم في كل شيء دي كوره دائما لازم تسعى وربنا بيكافئك طيب زي ما فرجاني وبن شرقي كانوا بيشجعوا الوداد انيس بوجلبان اليو بادجي بدر بانون كل دول ولاد الاهلي حتى رغم ان هم ما بقوش ينتموا للقلعه الحمراء لكن كلهم كانوا ورا الاهلي قلبا وقالبا وكلهم كانوا بيساندوا الاهلي من قبل الماتش يعني مش بس بعد الفوز والتتويج لكن من قبل الماتش وبالمناسبه في الجزئيه دي حابب اقول في حاجه عشان الناس بتكتر فيها شويه يا جماعه تشجيع الكوره ملوش علاقه بالوطنيه خالص مش معنى ان ده بيلعب باسم مصر الكلام ده غير صحيح الاهلي بيلعب باسمه طبعا بينضاف لمصر الزمالك بيلعب باسمه مختلف معاك يا استاذ محسن خليني بس اكمل لحضرتك وحضرتك براحتك لكن في النهايه مثلا مش عشان الاهلي بيلعب فمجبر الاخر يشجعه لا مش مجبر براحتك لا خالص لا مش مجبر لكن العيب ان انت مثلا ايه انا مثلا لما المشجع الزمالكاوي راح اللي هو من المانيا براحته على فكره يروح
تماما وحقه يشجع ويرفع، لكنه انا ليه اعتراضين في الجزئيه دي. رقم واحد، انت مالك ومال لعيبه الاهلي تروح تستفزهم؟ رقم واحد. رقم اثنين، انت تنتمي لنادي كبير جدا اسمه نادي الزمالك، كيف ترفع علم نادي الزمالك وتهتف الوداد الوداد؟ انت تقلل من قيمه ناديك اللي هو اكبر من الوداد عشان اكون صريح. القصه بالنسبه لي مش كوره خالص. القصه بالنسبه لي لما بقول مشاعر وطنيه وانتماء، المفروض انه انتمائنا لاسم مصر ولكل ما هو مصري يجب باي انتماء اخر. متفقين ولا مختلفين؟ بس مش في الكوره، مش لا يعني يعني معلش يعني هو طبيعي طبيعي ان الكوره مهما كانت في الاول وراحت ولا جت دي كوره ورياضه وترفيه وتسليه، يعني عشان ما يديش الامور اكبر من حجمها. هي مش حاله حرب. طبعا طبعا صح طبعا. يعني الرياضه الرياضه عموما خلقت عشان تقرب الناس من بعضها وعشان تخلي احساس التنافس اللي موجود في الغريزه البشريه مقنن وطبيعي، وتقدر تطلعه في حاجات يعني تطور بيها طاقاتك مهاراتك امكانياتك. صحيح. هو ده، هي دي الرياضه، قصه صحيح. الرياضه عموما يعني. صحيح. لكن ماش حرب كراهيه وغل وحقد وعنف ابدا عمرها ما كانت. فهو المنطق بسيط جدا. انا النهارده لما الزمالك يبقى بيلعب مع اكس من الانديه الافريقيه، مش هسمي نادي عشان ما اقولش نادي عربي او نادي افريقي، اكس من الانديه الافريقيه، تمام. الطبيعي جدا، ورغم ان انا ما بحبش ابدا انه الزمالك ينافس الاهلي، لكن الطبيعي انه اتمنى انه ولاد بلدي المصريين يعني اهل بيتي اهل بلدي يناموا مبسوطين. ولا الغريب ينام مبسوط والمصري ينام زعلان؟ بس انا عملت العكس، فانت لست خائن عشان بس نكون واضحين. يعني شعور جميل منك، لكن انا عملت العكس وتمنيت فوز اكس ده مثلا على المنافس نادي الزمالك. مش عيب ولا لست خائن ومفيش انا متفق معاك جدا لغايه هنا. عندي بقى نقطه، ما تجاهرش بده. انا بقى مع حضرتك، يعني شجع كما شئت. على فكره، على فكره ده خطا الاعلام، لك الإعلام. مطلق الحريه، لك مطلق الحريه في انك تشجع كما شئت. في النهايه احنا سايبين ميراث للاجيال اللي جايه من بعدنا. صحيح. ومهم جدا الناس اللي بتطلع في الاعلام تبقى عارفه انه اللي طالعين من ورانا بيتعلموا مننا، وخلينا انك أقول انت بترسي قواعد ومفاهيم هيتاثر بيها ملايين من ورانا. وخلينا اقول حاجه على مسؤوليتي انا الشخصيه، يعني مثلا كابتن شوقي سعيد كان لاعب في الزمالك قبل كده ودايما بيجاهر بكره الاهلي، هو حر تماما، هو يشجع اللي يشجعه، يذبح عجول لما الفرقه الثانيه تكسب الاهلي براحته، هو حر ربنا يوفقه. لكن ايه القيمه ان انت كل شويه الاعلام يجيبه عشان يقول انا بكر الاهلي؟ صحيح. يعني ايه، عرفنا يا عم انت بتكره الاهلي. يعني ما فيش اي مشاكل. على كل حال خليني اقول لك، على المستوى الشخصي بتفائل جدا، يعني تشتري تيشيرتات سان داونز تشيل علم الوداد، انا بالنسبه لي ده مصدر تفاؤل. وقلت هنا امبارح يوم 11/6 هيكون التتويج بالنسخه ال 11، وقد كان. بعدها باربع ساعات قدروا لاعبتنا ان هم يفرحونا ويقدموا ملحمه كانت صعبه، كانت سهله على الاطلاق، لكن بشوف انها واحده من اغلى الالقاب اللي حققها النادي الاهلي. اكيد طبعا، هو دايما الاهلي عنده في بطولاته تريكايه كده بتخلي له البطوله دي مميزه عن اي حاجه. ضربه الجزاء بتاع قطر طاهر وتمشي وهوب يجي بالسيناريو، وضربه الجزاء بتاعه هاني في مقابل ضربه الجزاء بتاعه. انا فاهم، انا عارف ده كله. انا بقول لحضرتك الحته اللي الاهلي بيخلق منها يخلق منها الحافز. الحافز ان مش عارف تريكه، اصل مش عارف اتعادلوا، اصل مش عارف الترجي، دايما بيخلق الحافز. انا بقول انه النسخه دي هتعيش لسنين وسنين وسنين. هم 11 لقب لكن ممكن يكون في 3 4 القاب. كوتوكو، صفاقسي، زمالك، ترجي 2012، ترجي 2012 في تونس، حتى اورلاندو بيراتس 2013. انت اتغلبت من نفس الفريق ده في دور المجموعات في الجونه 3-0، ورحت تعادلت معانا 0-0، وقابلته في النهائي وكسبته. على كل الاحوال ما اقدرش اختم قبل ما ابارك مره ثانيه لجماهير النادي الاهلي، ابارك لرجالتنا اللي شرفونا ورفعوا راسنا زي ما اتعودنا دايما، ابارك لمستر مارسيل كولر، ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي واعضائه وكل الملايين اللي بتشجع وبتنتمي النادي الاهلي، وابارك لضيفي النهارده ضيفي العزيز استاذ محسن مبروك لنا مره ثانيه. مبروك، مبروك لنا، يوم جميل من الايام التي لن تنسى لكل الاهلاويه. مبروك. واختم الحلقه اسيبكم مع احتفالات نجوم النادي الاهلي اللي ان شاء الله هتستمر الايام جايه. بقى عندنا راحه لمده اسبوع نحتفل كما نشاء. مبروك مره ثانيه.